بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والبادي ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود
Oh.